أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنبدأ مع تريش ستراتس. تعرفون هي تعمل اليوغا وبعض الأشياء الثانية خارج نطاق المصارعة، ولكن اضطرت تعمل عملية طارئة بسبب الزايدة. وتقدر تشوف الفيديو لتريش ستراتس وهي موجودة في المستشفى، تقول متى ما عندكم آلام في تحت البطن المفروض تروحون الطبيب عشان يكشف عليه، وأنا أتفق معاها تماما. خذوها المستشفى على طول، وشكلها بتبتعد من عالم المصارعة، يعني ما بنشوفها تلعب مباريات في الفترة القادمة. شفناها في كذا فقرة قبل، يوم كانوا في كندا قدام فريق بيلي، وقلنا يمكن يوما ما في عرض القادم أو يمكن عرض شهري مثلا سداسية ضد فريق بيلي، ويعملون لها بيلد اب لمباراة كبيرة يعني نشوفها في الحلبة. بس شكلها بعد العملية هذه ما بنشوفها في الفترة القادمة، ونتمنى لها الشفاء العاجل. تعرفون هي تعتبر أسطورة. ونرجع لكيني أوميجا، تعرفون أن الحبيب موجود في اليابان جزء من طوكيو جيم شو عشان يروج AEW Fight Forever، ومع تواجده هناك جماعة سيجا تواصلوا معاه ويقولون عملوا له سكان للعبة ياكوزا القادمة، فيمكن نشوفه موجود في اللعبة. ناس ما شفنا كازوتشيكا أوكادا، توريانو، تاتسويا نايتو وغيره من المصارعين نيو جابان موجودين في اللعبة كضيف، وحتى شارك مع فريق كابكوم. تعرفون انه هو يحب ستريت فايتر ومعظم الفايتنج جيمز. طبعا الناس ما ركزوا على اللقاء ابدا، لانه كانوا مركزين على ايده وشافوا علامه موجوده على اساس هي عضت ايس ستيل يوم ضربه ورا الكواليس. طبعا ايس لو تبون تعرفون كيف كان مشاعره قبل ما يسوي العضه، شوفوا الصوره هذه ونظرات مايكل ناكا. عاد مع التان واللون شكله حسبه KFC، اتمنى كان سبايسي على الاقل. فمن وجهة نظري انا ما اشوفها اكيد هذه هي عضة ايس ستيل، والحبيب كيف ركز؟ تخيلوا معي مثلا لو كان على الشتف بصدق، يعني مكان اللي يكون اسهل للشخص الثاني عشان يهاجم او يعض. فانا اقول لا تستبقون الاحداث، واذا فعلا كانت عضة الحبيب اختار مكان لين ويقرمش على راحته. انا اقول زين الجلد ما انشال، وكيني كان في السليم، وما حد يسال عن تشلب سي ام بانك المسكين. كيني اوميجا دخل عشان ينقض على اساس. ومتحمس للعبه ياكوزا القادمه، لان سلسله العابهم استمتع فيها كثير، الشخصيات، القصه، الجيم بلاي، كل شيء فيها من عالم اخر. فيها مشاكل شوي بس معظمها جميله. وفي فيديو الاخير شفنا ملكاي بلاك يتكلم عن ابتعاده من عالم المصارعه، وقال عنده يعني مشاكل خاصة فيه نفسية، يبقى ياخذ وقت شوي يفكر باللي يسويه في المستقبل. وحتى شفنا اخبار يعني من كذا مكان يتكلمون على الموضوع، بس بعدها بساعات ملكاي بلاك حط البوست هذا في الانستغرام يقول: جميعا اول شيء حبيت اشكر الكل المسجات الجميلة، وتأكدوا اني قريتها كلها وتعني لي الكثير. مع التطورات اللي صارت في عالم المصارعة بغيت اخذ وقت عشان افكر بالكلمات الصحيحة اعبرها لكم، والمحادثة بيني وبين AEW تنتهي. اولا ما حبيت الاخبار اللي تكلمت عن محادثاتي الخاصة بيني وبين AEW ومشاكل النفسية يتحدثون عنها الناس في الانترنت. المحادثة كانت خاصة وما بغيت الكل يعرفون عنها، لان معظمكم يدري الامور الشخصية بالنسبة لي لازم تتم شخصية، والان حاب تسمعون الموضوع كامل مني انا وما تتشتتون من الناس الثانيين. وثانيا انا بالفعل طلبت تصريح، لان في اخر سنتين مريت في عقبات كثيرة انا وزوجي تأثرنا فيها، لأن حصلت أمور خارجة من أيدينا، وفاة شخص، المرض، تخريب مسيرتي، واحد من ربع أخذ حياته بنفسه، وشخص ثاني كان قريب يموت. جملة تخريب مسيرتي ركزوا عليها شوي، وإصابتي اللي حسيتها بتنهي حياتي كمصارع. كنت أتعالج أسبوعيا عشان أقدر أمشي وأقدم شغلي، هذا طبعا جزء من المشاكل اللي مريت فيها. وثاني شيء وعدوني بأشياء كثيرة في مجال المصارعة، وبالأخير ما حصلت عليها، والقرار كان صعب جدا وأنا أفكر فيه في آخر 6 أشهر. وما أعرف اللحظة اللي خلتني أقول لازم أبتعد، بس تعلمت بعد السنين كلها أن لازم أخذ خطوة لورا وأشوف شو لازم أسويه في مستقبلي. ويمكن بعد ما أفكر باللي صار في آخر سنتين باخذ القرار المناسب، وأتمنى يكون غير الكتابة، يعني يقول لنا يمكن في فيديو أو مقطع صوتي أو شيء مقارب، بقولكم بالتفصيل الممل شو صار في الفترة الأخيرة. ولأول مرة في مسيرتي اللي طالت 22 سنة بفكر باللي صار آخر سنتين وأشوف مستقبلي وين يروح. وأشياء اللي سمعتوها عن التسريح، لأن بعض المصادر قالوا الحبيب أعطوه 180 يوم ما يصارع الاتحاد ثاني لو بيتسرح، وهو قال يعني هالشيء مو صحيح. والمشاكل اللي تكلموا عنها إذا كانت عاطفية
أو خاصة فيني تأكدوا أن الموضوع مش صحيح وانتظروا جوابي مني أنا. عرفوا أن زواجي وحياتي بخير وابتعدوا من المصادر الكاذبة وأنا أتفق معاه بهالشيء. ومرة ثانية شكرا على دعمكم المستمر وبشوفكم قريبا. الله عليك. وأنا قلت رأيي على الموضوع في فيديو الأخير، قلت لكم أن لو أي شخص يمر بأزمة أو عنده مشاكل شخصية عاطفية اللي يكون المفروض تعطيه الوقت المناسب يفكر باللي يسويه، وشكله ملكاي بلاك فعلا بيعمل هالشيء. والخطة القادمة نوعا ما تقدر تقول واضحة لهاوس اوف بلاك، فريق البيت الأسود. بنشوف برودي كينج مع بادي ماثيوز ضد ستينج، وداربي آلن في جراند سلام بيكون في رامبيج، وإذا قرر يرجع بيكون مكانه محفوظ. تخريب مسيرته هذا الشيء يمكن أثر عليه بشكل سلبي، يمكن هالشيء في باله أو أنه سمع من مصارع ثاني. دام جلس مع توني خان وتكلموا على الموضوع، أنا أقول كمصارع الحبيب يستاهل يكون عنده لقب، مو بس تي إن تي، حتى لقب العالمي يستاهله. بطولة العالمي اللي سووه، يوم ما تشوف اسمه نوعا ما تستغرب تقول كيف مصارع بحجمه ما يكون موجود فيها وما يلعب على ألقاب مهمة. فاهم، تبى تبني النجوم الصغار نفس برودي كينج، يعني بادي ماثيوز ما أعطوه فرصة يسوي شيء، فلو تسرح خلينا نقول خلاص يعني بيطلع من AEW بيروح WWE. أتمنى تروبل إتش يستغله بشكل صحيح، دام رومان رينز موجود ما أعتقد ياخذ لقب العالمي الآن، يمكن بعد راسلمانيا، بس بيهتم فيه. دام اهتم بهيت رو برون سترومان وغيرهم ويظهر بشكل ملائم في عروض الرئيسية. في أحد العروض المحلية ومرة في سماك داون شغلوا أغنية الأرنب في WWE. والجمهور سأل هل هذا دليل على براي وايت أو كاريان كروس؟ والجواب ما نعرفه حتى الآن. من وجهة نظري أنا أشوفه كاريان كروس، يعني خلاص عنده شخصية مختلفة، وبراي وايت هو الأقرب إنه يكون مربوط بالموضوع هذا، أو إنه بس قاعد يشعلل في التسريبات وكلام الناس عشان يتابعون العروض القادمة. بس لو رجع براي وايت بيكون شيء جميل، وأنا متحمس لهالشيء. وخبر أخير من AEW، ومش خبر بس كلام لأيزيا سويرف، قال إنه فخور يساعد نجوم الصغار مثل الأكليمد. صح شفنا تفاعل الجمهور والكل كان متحمس للفريق هذا، بس الوجهة الثانية كيف ما نحيي كيث لي وسويرف باللي سووا مع الفريق وخلوا الجمهور فعلا يتفاعل معاهم أكثر في مباراتهم في أول أوت والمباراة القادمة في جراند سلام. أتمنى يفوزون الأكليمد بألقاب التاك تيمز، بس لو ما فازوا أعتقد الجمهور بيعصب، وتوني خان ما يبي يزعل الجمهور بأي طريقة كانت، فبيفوزهم بألقاب التاك تيمز من وجهة نظري. لو خسروا هم بتكون قصة حلوة عشان مرة ثانية ينافسون على الألقاب ونشوفهم ضد الفرق الثانية يفوزون فيها، والمرة الثالثة هني تكون ثابتة يفوزون على الفريق. بس ما أعتقد توني خان يسويها، وشكله بيتغير الألقاب في جراند سلام. واليوم في ماندي نايت رو كيفن أوينز بينافس أوستن ثيري في مباراة فردية، والمباراة المرتقبة على لقب الولايات بيكون بين سيث رولينز وبوبي لاشلي. احتمال كبير بيكون في تدخل من مات ريدل نفس ما خرب عليه في مباراته الأخيرة. والسؤال بيتم هل بوبي لاشلي بينافس أي جي ستايلز أو أي نجم ثاني في إكستريم رولز؟ لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما أبدا بينكم 1 سويت.